يقول أخو السائل: هل يجوز النوم على الشق الأيسر أو لا يجوز؟ الظاهر الجواز، والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع عن يمينه على يمينه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه. عفوا، هل يجوز الاضطجاع على الشق الأيسر أثناء النوم؟ نعم يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وكونه يتحول عن جنبه، إذا كان نائما على اليمين سيتحول إلى الشمال. أما النوم على الشق الأيمن فمسنون، لكن لا يمنع أن تتحول عن جنبك الذي أنت عليه للدليل المذكور، والله أعلم. أما النوم مستقبل القبلة فلم يثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله.